أهلا بكم. خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الشفاء في قطاع غزة، قال أحد الكوادر الطبية بالمستشفى للجزيرة مباشر إن جيش الاحتلال أخذ بعض جثث الشهداء الفلسطينيين وصادرها، وهو ما يثير مخاوف من سرقة أعضاء وجلود هذه الجثمين من قبل الاحتلال الذي أثبتت وقائع على مدى السنوات الماضية تورطه في هذه الجرائم. ومن أهم القرائن على تورط الاحتلال في هذه الجريمة تصريحات لرئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة الأسرى والمحررين بأن إسرائيل ما زالت تحتجز أكثر من 370 جثماناً لشهداء فلسطينيين وعرب استشهدوا في ظروف مختلفة وسنوات متباعدة من السبعينيات إلى حدود عام 2023. كذلك تحقيق أجري من سنوات يثبت امتلاك إسرائيل واحداً من أكبر بنوك الجلد البشري في العالم، وهو ما لا يتناسب مع عدد سكانها، بالإضافة إلى إدانات عدة لسماسرة إسرائيليين يعملون في تجارة الأعضاء دولياً. وفي آب أغسطس الماضي شنت إسرائيل حملة انتقادات على جامعة برينستون الأمريكية الموجودة في ولاية نيوجيرسي لاعتزامها تدريس كتاب عن العلوم الإنسانية يوثق اتهامات للجيش الإسرائيلي يتعمد تشويه أجساد وسرقة أعضاء الفلسطينيين. شواهد عدة قد تعزز اتهامات لإسرائيل بسرقة أعضاء الشهداء الفلسطينيين. ومعنا من القدس الأستاذ أنس أبو عرقوب، المحلل في الشؤون الإسرائيلية وأول من كتب في موضوع بنك الجلد الإسرائيلي قبل 10 سنوات. أهلا وسهلا أستاذ أنس. هل مصادرة قوات الاحتلال الإسرائيلي جثامين شهداء فلسطينيين من مستشفى الشفاء يعزز الاتهامات القائمة بشأن سرقة ممنهجة للأعضاء من الجثث الفلسطينية؟ يعني ما جاء على ألسنة وشهادات الأطباء الفلسطينيين وشهود العيان والصحفيين في مشفى الشفاء حول يعني استيلاء الجيش الإسرائيلي على كم كبير من جثامين الفلسطينيين الشهداء، تداولته وسائل الإعلام الإسرائيلية على نطاق واسع ولم تنفه ولم ينفه الجيش الإسرائيلي. ويعني وهذا الأمر يعني يثير المخاوف مجددا لدى الأطباء الفلسطينيين والخبراء الصحيين الفلسطينيين وذوي الشهداء الفلسطينيين من مسألة يعني استخدام هذه الجثامين لانتزاع أعضاء منها، لا سيما أن أياما طويلا قضت على هذه الحادثة. نحن نتذكر دائما الجيش الإسرائيلي عندما ينفذ أي عملية يبررها ويشرحها. صحيح يعني أن هذه يعني تكون المبررات في معظم الأحيان غير مقبولة فلسطينيا وعربيا وحتى من المراقبين. الاستيلاء على هذه الجثامين ونقلها لم يبررها الجيش الإسرائيلي حتى الآن، ولو كان يريد يعني، ومما يعني يزيد الأمر غموضا ويشعل يعني المخاوف ويفاقمها لدى الفلسطينيين وحتى المراقبين الدوليين، هو أن الجيش الإسرائيلي لم يصطحب أي جهة طبية حيادية مثل الصليب الأحمر ليطلعها على مصير هذه الجثامين. حتى الآن وحتى هذه اللحظة الجيش الإسرائيلي لم يبين ماذا فعل وماذا يريد من هذه الجثامين، ولكن يعني لاحقا أعلن أنه عثر على جثة إسرائيلية في مكان بعيد نسبيا عن المشفى، عن المشفى. لكنه طيب في يعني محيطه. نستطيع القول سيد أنس أن الجيش الإسرائيلي لم ينفي استيلائه على الجثامين للشهداء الفلسطينيين من مستشفى الشفاء، وكذلك لم يعني يعود بهذه الجثامين إلى المستشفى، لم يردها،
وكذلك يعني لا يوجد مبرر لأخذ هذه الجثامين، مبرر واضح، بالإضافة إلى أنه لم يصطحب معه أي جهة دولية أو طبية تشرف على ذلك، فبالتالي هذا يعزز الاتهامات بأن هناك ربما غرض الأخذ أو الاستيلاء على أعضاء وجلود هذه الجثامين للشهداء الفلسطينيين، أليس كذلك؟ وأيضا الأخطر في الأمر أنه لم يبرر حتى الآن هذه الخطوة، ولم يبين مصير هذه الجثامين. انقضت أيام طويلة، أين يتم الاحتفاظ في هذه الجثامين؟ وماذا يعني وماذا يفعل بها الأطباء الإسرائيليون؟ كل ذلك يعني أعاد مجددا إلى الذاكرة الفلسطينية وإلى الكثير من الخبراء في العالم يعني شهادات الأطباء الإسرائيليين، شهادات يعني مدير معهد الطب العدلي الإسرائيلي يهودا فايس، الذي أكد أنه تم انتزاع يعني أنسجة وجلود وأعضاء من جثامين الفلسطينيين على مدار سنوات طويلة. هذه الشهادات الإسرائيلية أيضا يعني مقرونة بشهادات موثقة وثقها أطباء فلسطينيين، وأيضا صحفي سويدي يعني ذائع الصيت ومشهور بمصداقيته. كل هذه العناصر تثير يعني حالة من القلق والخوف لدى الفلسطينيين نعم. من احتمال استخدام الإسرائيليين لجثث وجثامين أقربائهم وأحبائهم يعني كما حدث في الماضي. طيب يا سيد أنس، أنت يعني من الصحفيين الذين أجروا تحقيقا عن بنك الجلد الإسرائيلي الذي يعد من الأكبر عالميا، وهذا ربما لا يتناسب مع عدد السكان في إسرائيل، ما يشير إلى أن هذه الجلود تم الحصول عليها من جثامين الشهداء الفلسطينيين. ما الذي وصلت إليه من خلال هذه التحقيقات، وهل من تحديثات ومعلومات جديدة في هذا الموضوع؟ أولا يعني فيما يتعلق بالتبرع بالأعضاء، إسرائيل من سكانها من أكثر يعني الشعوب في العالم امتناعا عن التبرع بالأعضاء لأسباب دينية، وهي من أكثر الدول في العالم في الاتحاد الأوروبي رقم 25 في زراعة الأعضاء وخصوصا يعني القلب. هذا المعطى يعني خطير جدا، وطرح على أطباء إسرائيليين يعني، وكانت الإشارة إلى أنه يتم انتزاع من جثامين الشهداء الفلسطينيين أعضاء. الخطير في الموضوع يعني التجلي الأكبر، والذي فيه شهادات وثقت بالصوت والصورة وجاءت على ألسنة يعني بثتها القناة الإسرائيلية العاشرة، هو البنك الجلد الإسرائيلي الأكبر في العالم، 170 متر. هذا البنك تأسس بعد 40 عاما من البنك الأمريكي، ولنقارن بين يعني عدد السكان في الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، ونسبة التبرع لدى جمهور تلك الدولتين يعني يتبين كم الأمر خطير. إسرائيل أنشأت بنكها بعد 40 عاما، وخلال سنوات من البنك الأمريكي، وخلال سنوات احتل المرتبة الأولى وبات بنك الجلد الأكبر في العالم. يعود إنشاء يعني فكرة إنشاء بنك الجلد الإسرائيلي إلى حرب يعني حرب أكتوبر عام 73، يعني تبين الجيش في استخلاصاته، الجيش الإسرائيلي، بأن لديه نقصا كبيرا في الجلد،
ولذلك تقرر إنشاء. ظل الأمر يعني لم ينفذ بسبب عوائق شرعية من الحاخامات. في عام 86 تم تجاوز هذا العائق، وفي غضون سنوات قليلة يعني بات أكبر بنك للجلد. هذا البنك تابع للجيش الإسرائيلي. عندما سألوا مديرة مئيرا فايس، بروفيسورة عملت في معهد الطب العدلي الإسرائيلي، أكدت في شهادة مصورة وفي مذكراتها أن المزود الرئيسي لهذا البنك هو المعهد الطب العدلي، وأكدت أنه تم وأن في البداية تم الاعتماد على يعني انتزاع الجلد من الفلسطينيين دون علم ذويهم، ولاحقا من العمال الأجانب، ثم من المهاجرين من دول الاتحاد السوفيتي. في تلك الفترة كانت نسبة العمال الأجانب منخفضة جدا، ويعني وهذا يشير إلى أن يعني وبالمناسبة العمال الأجانب نسبة الوفيات قليلة، هم يأتون في عمر الشباب من أجل مزاولة أعمال شاقة، وهذا كله يعني يصور مدى فداحة هذا المشهد. أيضا يعني يهودا فايس رئيس معهد الطب العدلي الإسرائيلي أكد أنه خلال الانتفاضة الأولى تم يعني انتزاع أعضاء وأنسجة وجلود من يعني الشهداء الفلسطينيين، وتم التلاعب في التقارير الطبية، ذلك في شهادات يعني بالصوت والصورة ومترجمة وموثقة، وبثها التلفزيون الإسرائيلي، ولم تنفيها أي مؤسسة إسرائيلية حتى الآن. هل هناك إدانات قانونية لهذه الأفعال سواء في الداخل الإسرائيلي أو في على صعيد دولي، إدانات ويعني توثيق لهذه الاتهامات من قبل جهات قضائية؟ في الواقع داخل إسرائيل يعني بنك الجلد هو خاضع للجيش، يستمد يعني مكوناته والجلد من معهد الطب العدلي، والجيش في إسرائيل فوق القضاء وفوق كل شيء، لا أحد يعني هل هناك مثلا يعني قضايا من جهات فلسطينية؟ يعني أريد أن أسأل هنا عن موقف السلطة الفلسطينية أو الجانب الفلسطيني، هل يعني هذا يعني موقف بشأن سرقة الجلود والأعضاء من الفلسطينيين، هل السلطة الفلسطينية اتخذت أي موقف سواء رفعت دعوى قضائية أو مطالبات أو غيره، أو تابعت هذا الموضوع بشكل أو آخر؟ في عام 2009، وتواردت في هذا العام عدة تقارير وتحقيقات إسرائيلية المصدر، ويعني توثيقات على ألسنة يعني الأطباء الإسرائيليين، وتحديدا البروفيسور يهودا فايس، و يعني شكل رئيس الحكومة الإسرائيلية الفلسطينية الأسبق سلام فياض لجنة لتحري وتوثيق عمليات سرقة الأعضاء من جثامين الشهداء الفلسطينيين. كان ذلك في عام 2009، وكانت هذه اللجنة وتشكلت من نادي الأسير ووزارة الأسرى ووزارة الصحة ووزارة العدل والمعهد يعني العدلي للتشريحات في فلسطين، تمهيدا لإعداد ملف متكامل وملاحقة الإسرائيليين في هذا المجال، لكن حتى الآن يعني هذا الملف لم يصل إلى القضاء الدولي ولا حتى إلى القضاء الإسرائيلي. على كل حال يعني نحن نتابع كصحفيين
ربما لم نرصد أي بيانات أو نشاطات لهذه اللجنة، ولكن أريد أن أسأل إن كنت أيضا في خلال التحقيقات التي أجريتها عن سرقة جلود الشهداء الفلسطينيين في من قبل الجيش الإسرائيلي، هل هذه الجلود وهذه الأعضاء التي تتم سرقتها يعني فقط يتم تداولها في النطاق الإسرائيلي، أم أن الموضوع يعني يتخطى ذلك إلى تجارة وتهريب دولي في الأعضاء؟ يعني بحسب وسائل، ونحن نعتمد يعني في الغالب على المصادر الإسرائيلية، بحسب كل الشهادات التي كانت يعني ترد والشهادات التي جاءت على ألسنة أصحاب العلاقة من الأطباء في المعهد الطب العدلي، فإن الأمر كان كالتالي: هو يعني أن يكون معهد الطب العدلي الإسرائيلي في أبو كبير يعني المزود الرئيسي لبنك الجلد الإسرائيلي ولجهات إسرائيلية أخرى بالأعضاء. هذا ما قالته مئيرا فايس في شهادتها المتلفزة، وأيضا في كتابها الموسوم بعنوان على جثثهم. يعني في إسرائيل هناك عصابات كثيرة متخصصة بأعمال يعني الاتجار بالأعضاء وتنفيذ عمليات الزراعة خارج إسرائيل، لكن حتى الآن ليس هناك معلومات موثقة أنه تم الاتجار بأعضاء يعني انتزعت من شهداء فلسطينيين. أخيرا، يعني بعد كل هذه المعلومات وهذه الوقائع، هل هناك قصص محددة لأشخاص محددين يمكن الاستناد عليها لمعرفة ماذا يحدث بالضبط؟ هل هناك أشخاص تم رصد يعني سرقة أعضائهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي؟ يعني الصحفي السويدي في تحقيقه أجرى مقابلة ويملك صور لشهيد فلسطيني في الانتفاضة الأولى، عندما يعني في الانتفاضة الأولى كان يعني يفرض الجيش الإسرائيلي الإجراء التالي: بعد الاستشهاد أو في حال إصابة أي شخص بالرصاص يتم يعني نقله إلى إسرائيل، قد يعالج، وفي حال توفي يخضع إلى عملية تشريح أحد الشهداء يعني، وثم يسلم لأهله ليلا ويشارك في عملية الدفن فقط يعني عدة أشخاص من أقاربه بالدرجة الأولى ودون إضاءة كبيرة. أحد الشهداء وذوي أحد الشهداء يعني أكدوا لهذا الصحفي ويملكون مستمسكات وربما صورة أنه يعني كان ابن يعني ابنهم يعني هناك أجزاء أن جسده كان فارغا من الأحشاء لحظة الدفن. وانتقل الصحفي السويدي بعدها وأجرى ووثق 20 شهادة تؤكد يعني ظروف دفن مشابهة. في وقتها إسرائيل يعني لم تنكر الأمر ولم تقدم وثائق تفند ما ورد في تحقيق الصحفي السويدي، وحتى الآن ولو كانت إسرائيل تملك وثائق تفند هذه الشهادات للاحقته أمام كل المحاكم في العالم، وللاحقت وسائل الإعلام التي تتعاطى مع هذا التحقيق وتعتبره حتى اليوم مرجعا أساسيا في مناقشة هذا الملف. أخيرا سيد أنس، أخيرا بعد كل هذه المعلومات والمعطيات والقرائن، هل يمكن القول أن سرقة أعضاء وجلود الشهداء الفلسطينيين من قبل الاحتلال الإسرائيلي هو عمل ممنهج؟ بحسب ما جاء على لسان البروفيسورة مائيرا فايس هو عمل ممنهج، وهو يتم بين المعهد الطبي العدلي وبنك الجلد التابع لبنك
للجيش الإسرائيلي. أيضا رئيس معهد الطب العدلي الإسرائيلي يهودا فايس يهودا هاس أكد ذلك أيضا. أشكرك جزيل الشكر سيد أنس أبو عرقوب، المحلل في الشؤون الإسرائيلية وأول من كتب في موضوع بنك الجلد الإسرائيلي، كنت معنا من القدس، شكرا جزيلا لك. أشكركم مشاهدينا على المتابعة وإلى اللقاء.